رسالة العدد بتاع 3002 أو المكنة الألوان عموما، تفتح الدرج اللي في الوش ده، درج رقم واحد، في باب قبالة هو. بعد كده بتسحب علبة العدم، وعلبة العدم هنا فيها فتحة اهي، وفي طبة كمان اهي، لو عايز تشيل الطبة وتفضيها أو تفضي من الفتحة ماشي، دي سواء دي أو دي. بعد كده بعد ما تنضفها بتركب العلبة تاني مكانها وبتقفل الباب، بعدين تقفل الدرج والرسالة هتروح معاك وهتشتغل المكنة.